خبر آخر في الشروق نت، الانتقال العسكري ينتظر تسمية وفد إعلان الحرية. قال المجلس العسكري الانتقالي يوم الجمعة أنه لا يزال في انتظار قوى الحرية والتغيير لتسمية وفدها لاستكمال الحوار الذي انطلق نهاية الأسبوع الجاري، وأكد أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للاتفاق الذي جرى في ذلك الاجتماع بتكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المشتركة. وقال المجلس في تعميم صحفي أنه في إطار سعيه للعبور بالحوار السياسي البناء حول ترتيبات الفترة الانتقالية، وبناء على اللقاء التشاوري الذي انعقد الأربعاء الماضي مع قوى الحرية والتغيير والذي خلص إلى تكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المطروحة، فإن المجلس يؤكد أنه على تواصل مستمر معهم بناء على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء، وأنه لا يزال في انتظار قوى الحرية والتغيير لتسمية وفدها لاستكمال الحوار. طيب نحن لأنه يعني جزء كبير من الخبر ده تناولنا في الخبر السابق، يعني سريعا في رأيك، يعني المجلس وقوى الحرية والتغيير ما هو المطلوب منهم من تقديم تنازلات أو من أفكار عامة عشان نعبر هذه الفترة في أسرع وقت؟ وده هو الشيء أهم ما في الخبر ده، إنه ده أكبر دليل. قلنا لنا زي 17 يوم الاجتماع الأول، 17 يوم أول اجتماع قال له نجيبوا رئيس وزراء مثلا، هم الآن بعد 17 يوم من اللت والعجم المجلس منتظر يسموا شنو؟ يسموا ممثلينهم. عشان كده أنا يعني مصر على رأيي الأول والأخير، وممكن أقول في أي حتة من العدد، إنه المجلس ده يعني ما قدر طموحات الشعب السوداني ولا قدر طموحات المجلس العسكري والحريه والتغيير، ما قادره تستوعب الحراك ده. وانا هي برضه ما كانت قاعده فيه طوال، لان الناس اللي بيبيتوا ديل عارفين بيبيتوا بيعانوا وبيعينوا بعض وبيتبرعوا لبعض، لكن ديل مروا مره او مرتين وفي اجتماعات ذاتها يعني ما تعرف انه بيعملوا في شنو.